من فقد مال أو أهل أو ولد. المرأة التي فقدت زوجها وابنها وأباها وأخاها ما تأثرت، قال ما دام الإسلام باقي والنبي حي فكل مصيبة دون رسول الله ودون إسلامه جلل. صمود المرأة، الطفل الصغير الكبير، لا الموت، لا الرشوة، لا المال، لا النساء، لا الجاه، لا الحكم، لا السلطان، إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. فوين هذا الإسلام اللي جعل العرب قبلة أهل الأرض وجعلهم مجلس الأمن وهيئة الأمم، وكانت لن ترفع راية فوق رايتهم ولا سلطان فوق سلطانهم. نحن نفقد المهندس الذي يصنع الإسلام، إذا وجد الإسلام سيكون السلام العام وفي كل العالم ولكل الشعوب. الآن الحرب انتهت، الآن الشعوب تفتش عن الحقيقة. من يومين وزير الإعلام كنت بلقاء معه أرسل لي رجل كنيسة أمريكي جاي بده سؤالات إسلامية، فحسن الظن بي فأرسله إلي. كان عندي بعض الإخوان سأل أسئلة كثيرة عن الإسلام وعن السلام وعن كذا. والله يا ابني الإسلام إذا عرض عند الأمم الراقية تلك الأرض الخصبة التي تنبته بسرعة وبقوة وبأحسن نماء وإنتاج، والله كأنه صار أحد أبناء المسجد ومن 30 سنة تلاشى أمام عظمة الإسلام، دهش أخذ. فما حرام على العرب عم يعبوا الأدمغة بالتبن، عم يضيعوا الوقت الشباب باللهو واللعب، ونحن معرضين لأكبر كارثة مرت في تاريخ العرب قبل الإسلام وبعده. ليش ما بنرجع إلى القرآن الذي يجمعنا جميعا وينقذنا جميعا ويوحدنا جميعا ويؤلف بين قلوبنا ويرفع الأحقاد والسخائم والشكاية والظلم والجهل وسوء الفهم؟ نرجع أمة واحدة، ما نحن العرب ولا المسلمين. الإسلام أتى والقرآن ليوحد العالم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا بده يصير، هي ما إرادتي ولا إرادتكم، هي إرادة خالق الكون. وما أرسلناك إلا رحمة ما للمسلمين للعالمين. في اليابان الآن في إسلام، في ألمانيا في إسلام، في أمريكا في إسلام، لما في الاتحاد السوفيتي اجتمعت بكبار علمائهم ورجال الدولة فيهم، ما حدا منهم استطاع يقول أن يرفض الإسلام. لكن وين أستاذ الإسلام بهالبلد؟ في رجال لكن ضائعون، في رجال لكن لا يعرف كيف يستفاد منهم. والله الإسلام يخدم في السياسة والاقتصاد والصناعة والزراعة والمصانع والأسرة والوحدة الداخلية وفي الخارج وفي الجيش وفي التكنولوجيا وفي الداخل وفي الخارج. الله يفهمنا ويفتح أقفال عقولنا وقلوبنا ويرزقنا الإخلاص لعروبتنا وقوميتنا وأمتنا وإسلامنا. قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم. هي درس كل جديد، راح نص الوقت بالماضي، لكن على كل حال سمعتوا شيء جديد، يعني ما في شيء مكرر. لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا زارع الشعير بأرضك ما لحاله بنقلب قمح، بدك تغير الابدار. وإذا كنت زارع شوك ما لحاله بصير ورد، بدك تحرس وتغير الابدار. كذلك إذا معاملتك ما مظبوطة وعم تشوف الحصاد ما مظبوط،
اذا كان بدار اعمالك شوك وعم يطلع الحصيد شوك وعم تزعل بدك تتغير، يغير البدار، حروت الارض، غير اعمالك، غير اخلاقك، غير سلوكك، غير نواياك، غير تفكيرك، غير رفاقك، غير سهراتك، غير المعلم تبعك. دور على معلم يعمل لك عقل جيد وخلق جيد ويعطيك علوم نافعة. العرب متفرقين، بدنا ننتقل من فرقة إلى وحدة، ما بالتمني، ما بالأمانة، ما بالخطابات. النبي ما عمل معاهدة بين الشام والحجاز، بين الحجاز واليمن، عمل معاهدة في القلوب، وحد القلوب، وحد العقيدة، وحد الثقافة. ما له كان غرض دنيوي، لا معاش ولا راتب ولا استعلاء ولا انفراد، إلا أن يذوب ويبذل كل ما يملك في سبيل خدمة ما العرب. النبي ما أرسل للعرب، في سبيل خدمة الإنسان. إن الله، ولا تظن الأمور تتغير بالدعاء، بلا نية العمل، بالأمانة، من غير عزم وحزم ومشقات وبذل الثمن. هذا الإسلام الذي يقول إن الأمور بدها عمل، بدها جهد، بدها سهر، بدها بذل طاقات. كل شيء، إذا الفقر لا يتبدل بغنى من غير ما تغير من سلوكك وعلمك وعملك وجوك. الشقاء ما بتبدل من سعادة لحاله. السعادة لا تسلب منك بغير موجب. الكرامة الإلهية الله ما بيأخذها منك وبيهينك بلا موجب. فإذا بتغير التقوى إلى فسق، الطاعة إلى معصية، الإيمان إلى كفر، التقوى إلى فسق، الله بده يغير النعمة والكرامة والعز والرفعة إلى ذل وإلى هوان وإلى تخلف وإلى جوع وإلى فقر، ومن رضاء الله إلى سخط الله. كما أن العكس، إذا كنت في معصية، في فسق، في آثام، في غضب إلهي، في فقر، بدك تتغير إلى الطرف الثاني، بتتغير، بصير التغيير، لكن بلا ثمن ما في شيء بصير. ما ممكن أن يكون زرع بلا بزار، ولا قطف ثمار بلا غرس أشجار. هذا العقل يقول، والعلم يقول، والقرآن يقول. فأنت بدك تخالف القرآن والعقل والقوانين العلمية، إما راح تحسن تغير بكسلك، بغرورك، بغباءك، بجهلك، بجاهليتك. ارجع إلى قواعد العلم، إلى قواعد الدين. إلا إذا كنت شقي، الشقي ما بينفعه يا ابني، لا الحكمة ولا القرآن ولا العلم ولا الوعظ ولا الإرشاد ولا الأنبياء ولا الرسل ولا الأولياء. جلسوا مع النبي ما نفعهم مجالسته، سمعوا كلام النبي ما نفعهم سماع كلامه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. أبو بكر هيك قال، سيدنا عمر هيك قال، وما زادته الإيمان. قالوا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، لكن الحنظل شو بيفيده نزول المطر؟ بنغسل مراره، بيزداد مراره. فالله يجعلكم عنب ونخل، بنزول المطر تزدادوا حلاوة، ويجعلكم زنبق وياسمين وفل، بنزول المطر تزداد، يزداد طيب روائحكم. ولا يجعلكم حنظل، ولا يجعلكم أفاعي، بشرب الماء تزداد السموم وبتزداد المرارة. ورد فيها حول هذا المعنى من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن أبي شيبة عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أوحى الله لنبي من أنبياء بني إسرائيل. أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قائلا أنا الرب وعزتي وجلالي وجلالي ما من قرية يعني بلد ولا أهل بيت كانوا على ما كرهت من معصيتي. كانوا مقيمين على المعاصي، على الفسوق، على الشرور، على الآثام. ما عليش الإنسان يقع، لكن ما معناته إذا وقع لازم يستمر. إذا وقع في بير مالح يعني لازم يتم أهنيك وشان البرد والزمهرير يعني هون أدفاله يعني إذا وقعت في الوسط لازم تقيم وتعتكف وتعيش عمرك كله. لا، ما من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي رد بعد الكلية. أوحى الله لنبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك، يقول الله تعالى وعزتي وجلالي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. ثم يقول وما من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعتي ثم يتحولون منها إلى معصيتي. هذا من المعصية إلى الطاعة. فالله حولهم مما يكرهون إلى ما يحبون. هم بالعكس، هون كانوا على الطاعة تحولوا إلى المعصية. إيه الله بده يحولهم مما يحبون إلى ما يكرهون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعتي ثم يتحولون منها إلى معصيتي إلا حولت عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون. إلا حولت لهم ما يحبون إلى ما يكرهون. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.